سجلوا التعادل 0-0 في 25 دقيقة لعب. يتنفذ التماس، التحذير توصل فخر الدين بن يوسف والهدف الأول للترجي. كنت نحكي عن نتيجة 0-0 هاي تغيرت. فخر الدين بن يوسف يتلقى الكرة ويسدد يخالط بها بلال السويسي. بالضبط 23 دقيقة في هذا الشوط الأول، 23 ماهمش 25. على كل حتى الصبورة لهنا ما فيهاش الوقت. أنا صح هنا تو في 23 دقيقة لعب، الكرة تجي من عند ابن مباركي والتسديد من فخر الدين بن يوسف يعطي الأسبقية للترجي. يعود فخر الدين بن يوسف نجم نقول من الباب الكبير بعد المدة هذه الكل، يرجع يلعب منذ البداية كأساسي. محمد جمعة خليج والكرة تتفكله تمشي، فخر الدين بن يوسف يسدد ترجع أنيس البدري، أنيس البدري يسدد تضرب في مدفع النجم المتلوي، وربما مرة أخرى المطالبة بضرب الجزاء توصل مرة أخرى ورأسية أنيس البدري والهدف الثاني. أنيس البدري يغالط بلال السويسي، سنين بلاش للترجي. تصور عبد الخالق اللاعب هذا كان يستحق هدف على المردود الغزيره اللي قدم طيله المقابله. ملاحظه ثانيه يعني جو ديريكت، يعني هي كوبي كولي ريناها من بالقدوي خدمه هاي الاعاده فوالا من بالقدوي كره الاولى ما تسجلتش، الثانيه يرفع الكره براسه بالحارس. موقع ممتاز جدا جاء من وراء المدافعين وبالقدوي شفناه عاودها المره الاولى ممكن ما كملتش المره هذه، يعني انتهت في عمق الدفاع يعني لمسه واحده بكل ذكاء. ممكن يستحق اللاعب هذا على المردود كل فخر الدين بن يوسف يخرج باش يخلي مكانه لرقم كوليبالي 15 فوسيني كوليبالي. امورها في على المستوى الدفاعي وتحسن من الكومبورتمون الدفاعي. طويله الكره الزعبيه ومازال الخطر تضيع، لكن عاد في المزني مرة أخرى محمد جمعة خليج يذاع الكرة فرجاني ساس 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 والهدف الثالث، الهدف الثالث للترجي في بهتة دفاعية للمتلوي. مازال إرهاق شفناه على لاعبية المتلوي، يعني صراحة في العشر دقائق 15 دقيقة تلانية فما إرهاق ولا التحرك نتاعهم بطء، الرجوع الدفاعي نتاعهم كان ثقيل برشا. الترجي لقى مساحات مع فريق الشوط الثاني اختار باش يطلع شوية ويلعب كامل حظوظه، هذا طبيعي تخلي مساحات توبي كاش يعني تخلص على شوف كل شوف التسديدة بيزوز من لعبية معناها يلقى معناها الثغرة ويسدد ويحطها على يسار بلال السويسي. هي العملية بدأت من اللعب الارتكاز اللي يحاول يخرج بالكرة لكن ما لقاش المجال.